لما سافر الكادر ده موضوع لان الكادر هو المسؤول عن الاداره. اي حد مسؤول عن اداره اي حاجه يبقى كادر. اي حد مسؤول عن اداره اي حاجه ده كادر. كادر بمعنى واحد من العناصر الفعاله النشطه التي تنجز مهمات المهمات الجوهريه للمؤسسه ولا للجهاز. الفن موقف، الرياضه موقف، العمل موقف، الرأسمال موقف، العمل موقف، العرق موقف، كل مواقف. علشان كده هذا الموضوع واخد هذه الأهمية وهذا الاتساع. والرحلة فيه أول حاجة لازم نقول كلمتين علشان نوصل على مشارف صحيح. وإحنا بنتكلم عن الناصريين الإنسان كله زي ما عبر عن كده الدكتور صفوت حاتم ان التاريخ في نهايه الامر لما تلخصه في النهايه وفقا لافكار اليسار العالمي كله، مش بس الماركسيين على فكره، لا وفقا لكل الافكار الاولى من اول حتى الماديين اللي قبل الماركسيين، ان التاريخ صراع وانه في نهايه الامر مش تراث ماركسي، لا تراث فكري وإنساني، إن التاريخ صراع طبقات، وإن آلية هذا الصراع الطبقات متكونة من حاجتين، من حاجتين: قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج. قوى الإنتاج متكونة من حاجتين صغيرين: البني آدم وأدوات الإنتاج اللي بيستعملها. وقفوا عند دول كده، شوفوهم، خلوهم على جنب. ادي قوة الإنتاج. علاقات الإنتاج دي العلاقة اللي بتنشأ داخل العملية الإنتاجية، لأن القضية بتاعت العالم كله هو قضية إنتاج الخيرات. كلها إنتاج، التقدم إنتاج خيرات. على فكرة إنتاج الخيرات مش مادية بس، لا، إنتاج خيرات مادية، ثقافية، إنسانية، ترفيهية، كله. علشان كده القوتين دولت علشان المركب يمشي لازم تكون علاقات قوى الانتاج تكون متناسبه مع علاقات الانتاج. متناسبه ازاي؟ اصل قوى الانتاج بتتحرك لوحدها وبالغصب عني وعنك. عناصر الانتاج اللي هو جاي في السلع، لان دي بتتحرك لوحدها. الناس بتصبح الصبح السلع مش جاهزه، ولا الخيرات مترتبه ومحطوطه علشان تاكل وتاكل، لا 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 لا، انت لازم تقوم بعمليه انتاج. عمليه انتاج دي مشترك فيها ادوات عمل وادوات انتاج، بدات من اول الرمح لغاية ما وصلت إلى الأتمتة والمكن والخطوط الإنتاجية، وبعد الخطوط الإنتاجية اللي عن بعد واللي عن قرب، كل الأشياء دي كلها. لكن كل دي بتتحرك بفعل حاجتين اتنين: إني عشان تجهز الخيرات الطبيعة عشان تتعامل مع الطبيعة وتخليها أكل وشرب ولبس وترفيه وثقافة وتراث وتخليه كلها، ودي بتتحرك بقول لك لوحدها، لان الانسان عايز والحاجه ملهاش نهايه. كل ما يوصل لحاجه عايز اللي بعدها، كل ما يوصل لحاجه عايز اللي بعدها، فبتتحرك على طول. ما دام العلاقات اللي موجوده في المجتمع بتسمح بالنمو ده، كل شيء ماشي تمام. لو ما بتسمحش يبقى في الحاله دي مش قوى الانتاج هتبطئ حركتها، لكنها لن تتوقف، ثم في الاخر تخترق علاقات الانتاج وتفجرها. زي الطفل الصغير لو انت ماشي عمال يكبر 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 يكبر، وانت حاطه في ملابس بتاعت طفل سنه بتاع عمره سنه، في الاخر هتبص تلاقي الملابس تمزقت بالفعل. ده اللي بيسموها في التاريخ الانساني الفلاسفه انها حصلت ثوره. غيرت
التشكيلة الاجتماعية والسياسية اللي موجودة في المجتمع نقلتنا إلى تشكيلة سياسية واجتماعية أخرى، وحولت القوة والعلاقات بتاعت القوة اللي كانت موجودة في الأول إلى علاقات جديدة تسمح بالانطلاق فوراً. تبص تلاقي بعد ما تتفجر العلاقات دي قوى الإنتاج تتحرك بأقصى سرعة، لغاية مرة تانية العلاقات بتيجي، العلاقات ما تيجي توقف، تبدأ الحركة مرة تانية إلى حركة إلى تشكيلة اجتماعية. ده الترجم في التاريخ إزاي؟ الترجم في التاريخ بالانتقال من مجتمع المشاعية البدائية اللي ما كانتش الملكية موجودة إلى مجتمع العبودي، خلت حب المشاعية البدائية، علاقة القبيلة ما بقتش تصلح، ما بقتش تنفع، في الآخر لا، ده طلعوا العبد علشان يبقى أداة إنتاج، وشيء أداة إنتاج فقط، العبد بقى أداة إنتاج عشان علشان بقى فيه ملك المالك وملك العبود، يعني العبد بقى جزء من أدوات الإنتاج. في الحالة دي اتغير النظام إلى النظام العبودي، النظام العبودي ده قواه وما بقاش يقدر، علشان يتحول إلى علاقة تانية، علاقة السيد بالقن الأرض أو بالإقطاعي. وبعدين اتغيرت في العلاقة الثالثة إلى الرأسمالي وصاحب رأسمال، ثم إلى العلاقة الاشتراكية زي ما بيقولوا اللي لسه مفتوحة على التاريخ لغاية اللحظة دي. ده معنى إيه؟ لما نيجي نحلل، هو بقى الإنسان ملوش أي علاقة بالمسألة دي وبتمشي بالتطور ده وبتمشي أبدا. اللي بيحصل إن تركيبة علاقات الإنتاج بتبقى تعبير عن القوى الإنتاجية، بمعنى إن التركيب متناقض في علاقات الإنتاج. فيها الرأسمالي موجود مثلا في المجتمع، الرأسمالي موجود، وفيه العامل موجود، البروليتاريا موجود، ده له مصالح وده له مصالح، وده له أفكار وده له مطالب وده له ضغوط، والآخر له مقاومات وله كده. فتبص تلاقي البنية الفوقية دي متناقضة، ولأن البنية الفوقية دي أول حاجة فيها هي الوعي الإنساني، وأشرس قوة فيها هي الوعي الإنساني، والقوة دي بتصل إلى تمام قوتها لما يكون فيه التنظيم، لأن التنظيمات بتنضج سواء نقابية أو سياسية أو غيرها من التنظيمات، ففي الآخر هي اللي بتساعد على إنضاج شروط الذاتية للسوق. ممكن تبقى قوى الإنتاج متنيلة بمين وعلاقات الإنتاج ثابتة واقفة وتعملها، لو ما فيش وعي ما فيش تغيير، لو جه الوعي ده بيوفر الجانب الذاتي للثورة. عشان كده الثورات أو الانتقال من تشكيلة اجتماعية إلى تشكيلة أخرى يتوقف على توفر الشروط الموضوعية اللي هو التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، ثم الشروط الذاتية اللي هي علاقات الإنتاج تكون قد نضجت النضوج اللي يوفر الشرط الذاتي. لو الشرط الذاتي توفر مع الشرط الموضوعي يبقى زي التفاحة، التفاحة تطيب على الشجرة بقت خلاص، لو واحد واعي أول ما تطيب كده وتستوي يجي طالع شديدها، لو مش واعيين يسيبوها، هتبصوا تلاقوها الشرط الذاتي لما يتوفر في نهاية الأمر هتبصوا تلاقيها سقطت من التل لأن فات زرفها التاريخ. السياسي الثوري اللي عايز يغير يقوم لازم يكون فاهم إيه الشروط الموضوعية اللي داخل الظاهرة، إيه الشروط الذاتية اللي داخل الظاهرة اللي من بينها قعدتنا دي. إحنا شغلتنا إنضاج الظرف الذاتي للتغيير. أدي أول جملة بتتقال وإحنا في الطريق إلى القيادة اللي هي التاريخ. التاريخ صراع طبقي جاي من التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، وإن إحنا الوعي والتنظيمات
جزء من البنية الفوقية اللي هي علاقات الإنتاج السائدة المتناقضة، وإن إنضاج هذه البنية هو اللي بيغير، هو اللي بيعمل ثورة، وإن الخبرة الأولى اللي يتعين إنه يمسك بيها أي كادر إنه يعرف إيه الشروط الموضوعية للتغيير وإيه الشروط الذاتية للتغيير، ويبدأ في إنضاج الشروط الذاتية اللي أولها وأخطرها هي الوعي. والوعي ده يعني نضج المؤسسات المطالبة بالتغيير وقوتها داخل المجتمع. وده بقى التاريخ في اللحظة دي ما بقاش تاريخ، التاريخ في اللحظة دي بقى مستقبل. أرجوكم، التاريخ اللي يعرف التاريخ، أنا بتكلم في التاريخ، لكن في اللحظة دي ما بقاش تاريخ. ده بقى بنكشف بيه عن احتياج حقيقي للمستقبل. الجملة الثانية، إذا كان التاريخ صراع طبقي فالتنظيمات السياسية أدوات صراع، هي أدوات الصراع، هي اللي بيحارب كل التنظيمات السياسية. التنظيمات السياسية أو بصورة اللي جزء منها هنسميها أحزاب، جزء منها هياكل جبهات، جزء منها تنظيمات سياسية مختلفة الرؤية أو غيرها، لكن الحزب في الأساس هو أداة صراع طبقي، هو أداة الصراع الطبقي. ليه؟ لأنه كل حزب بيمثل مصالح طبقية، كل حزب بيمثل المصالح الطبقية، ليس شرط، وأنا بقول إن الحزب بيمثل المصالح الطبقية لكن ليس شرطا على أي نحو إن الحزب بيبقى الطبقة كلها. ده الحزب بيبقى مجموع شريحة صغيرة جدا من الطبقة اللي هي الجزء الأكثر وعيا في الطبقة، قيادة الطبقة، أو الأبعد نظرا عارف المصالح الطبقية وهو اللي يقدر يدير الصراعات. الأوسع أفق اللي بيشوف رؤية شاملة للأمور، اللي بيملك استشراف مستقبلي لحركة تاريخية ويقول بكرة الجماهير هتسكت، باستشراف العلمي الحقيقي، ويقول إن ما في إن النظام إن الرأسمالية عاجزة عن الاستمرار في قيادة رحلة البشرية أهلا وسهلا في خطوة أخرى إلى الأمام، ويقول إن في نظم تاريخية لسه لها دور تاريخي، ويقول إن ما فيش إن النظم دي مش تاريخية فقدت ذاتها التاريخ. هي دي الجهاز. فهنكتشف ان كل حزب اذا كان حقيقي باعتبار قيادة الطبقة او طليعة الطبقة، الفانجارد اوف ذا كلاس، الفانجارد طبيعة الطبقة، طليعة الطبقة، اذا كان الحزب حقيقي يبقى شيء طبيعي لازم يكون له موقف من التاريخ، لازم يكون له موقف من التاريخ، موقف من الإنسان، موقف ورؤية للمستقبل. إذا ما كانش له دول الأربعة دول فقد صفته كحزب. إذا قام علشان اعتبارات لها طابع طائفي، الاعتبار الطائفي لا يقيم حزبا، إنما لاعتبار المصالح الجوهرية لفئة اجتماعية أو لطبقة اجتماعية هي التي تقيم الأحزاب، وهي التي يترتب عليها المصالح الجوهرية، واللي يكون لها دور في التاريخ، مش دور في الماضي، دور في التاريخ المستقبلي. أي أحزاب نشوفها بتقوم على أساس الرؤية المستقبلية دي تعتبر أحزاب حقيقية غير أحزاب ورقية. الأحزاب اللي بتعبر عن بقايا طبقات
غير الأحزاب اللي بتعبر عن طبقات حية فاعلة لها تاريخ، لها رؤية للمستقبل وإلى الأمام. علشان كده مش في كل الأحوال عدد الأحزاب قد عدد الطبقات. ده دخل هيصة معقدة كتير، لأن كل حزب طبقي عايز يجرجر عليه، عايز يجرجر معاه الطبقات الأخرى، وكل شلة عايزة تعمل مصالح داخل الحزب، وهكذا بيكون للكادر الحصيف اللي عايز يغير التاريخ انه يبص للفوضى السائدة في مجال الأحزاب علشان يعرف فين الحقيقي وفين الزائف، فين الأحزاب وفين الأوهام. على فكرة كل هذه الأسئلة مطروحة على الدماغ المصري ومسؤولة ومطروحة على العقل المصري الآن علشان يفتي فيها برأي، وإلا فإحنا رايحين للضياع. 106 حزب، عبد الصمد الشرقاوي قال لي أول امبارح أظن من أسبوع، 106 حزب. 106 حزب ده إيه؟ ده مصر لغاية اللحظة دي لم تنضج فيها الطبقات. ده مصر لغاية اللحظة دي حالة سيلة صنعت بها السياسة ما صنعت، بهدلتها بسبب بسيط، كل يوم بتعيشها في وهم السيل وهي في العبيد، كل يوم تعيشها بالسمن والعسل اللي جاي، وعمر السمن وجيه ولا العسل جاي، كل يوم بتعيشها في ان امبارح كان أسوأ حاجة في الدنيا وبكرة أكبر حاجة في الدنيا، والرحلة نازلة إلى العمق. العمق إيه؟ العمق المأساة وعلى أعماق الأنفس. ده الدرس الثاني اللي يتعين على الكوادر إنهم يشغلوا علشان يعرفوا يحددوا هم واقفين فين بالظبط، وهم منتمين لإيه، وهم رايحين فين وجايين منين. في ظل وجود الأحزاب الطبقية اللي عبرت عن طبقات ناضجة في مجتمعات وصل بها تاريخها إلى حد النضوج، هنلاقي إن في مجتمعات لها ظروف خاصة، لها ظروف خاصة إنها تجمع طبقات شكلها، طبقات متقاربة من بعض. زي إيه؟ زي مثلا في مجتمعات الطبقات لسه ما تشكلتش، لسه زي الدول الافريقيه في النصف الثاني من القرن العشرين، ايام حركه التحرر الافريقي اللي اتعملت وحركه التحرر العالمي اللي اتعملت، دي حركه التحرر كلها طلعت في مجتمعات الاستعمار بهدلها ولم يسمح فيها بنضوج طبقي ولا صراع طبقي ولا ديمقراطيه ولا اي شيء على الاطلاق، وخرجت متحرره، عايزه تخرج متحرره، ولقت نفسها انها لابد انها تقيس المساله مش على اساس الطبقه، تقيس المساله على اساس اجتماعي المستغلين والمستغلين. في اي مجتمع بيعيش اي مرحله من مراحل النضوج هتبص تلاقيه فيه المستغلين وفيه المستغلين، او بمعنى ادق فيه المجتمع ده فيه صراعات لها طابع عدائي، وفيه صراعات ممكن تزول بعمل سلمي في إزالة فوارق بين الطبقات، وده اللي أنشأ ضرورة وحتمية لأن هذه الدول تتبنى ما نسميه التنظيم الحزب السياسي الواحد، يعني البلد كلها تتعامل حزب واحد، ويكون لما بيكون ضروري انهم يواجهوا عدو اللي هو عايزين يخلصوا من الاستعمار، يبقى البلد كلها مهمتها انها تستعمل، مفيش وخلي الباقي كله تنظيم واحد تحالف واحد. ده اللي خلى هذه الدول تكون ضروري انها تنشئ مثل هذه التحالفات، و Thank you.
اللي هي تنظيم الاحزاب الوحده اللي هو ما احنا جايين عليها. كان التنظيم ده ضروره تاريخيه، لكن ايضا كانت ظروف تاريخيه موجوده. انا بطبق الفكره اللي فاتت على فكره، يعني ان انا ما نجيبش فكره الا لما نشوف ظروفها كانت فعلا كانت ظروف حركه التحرر، ظروف بتعاون على قيام مثل هذا الحزب الوحده. ثلاث ظروف كانوا بيساعدوا على المساله دي. اول ظرف كان صعود الاشتراكيه. الاشتراكيه بقى طرف في العالم، في عالم لوك، عالم القطبين شرق وغرب، كتلتين شرق وغرب، كل كتله منهم تحمل ما يمكنها من تفجير الكره الارضيه 12 مره على بعض، وفي توازن نووي بينهم، وفي حروب بينهم، بس الحروب اخرى بتقوم بالوكاله على المجتمعات الصغيره اللي موجوده. لكن في نهايه الامر كان في طرف ثاني، لما تقول انا عدو الراسماليه تلاقي التالي يقول لك اهلا وسهلا. كان في بدايه ثوره الانتصار، بدايه ثوره الانتصار كشرط داعم لقيام هذه التنظيمات الطبيعيه، وخلاها في وسائل اتصال بين الناس تتحرك، وسائل تعاون بين القوى تكون موجوده على اساس. وكمان كان فيه السمعه السيئه اللي بدات تتكشف عن ديمقراطيه الغرب، وعن اختيارات الغرب، وعن تنميه الغرب، وعن انسان الذات الانسان ذو البعد الواحد بتاع الغرب. كانت كل الظروف الثلاثه دول، عالم يتحرك باتجاه تسهيل الاتصال بين البشر، وكتلة موجودة، مظلة حماية للدول اللي عايزة تحرك، وسمعة سيئة لمجتمعات الغرب، لأن كانت وصلت الرأسمالية إلى بداية مرحلة الاحتكارية اللي فيها أسوأ ما تكون، واللي بتبقى فيها الأكثر عنفا والأكثر الابتهام لكل الشعوب اللي محيطة بيها. ده الظروف اللي خلت، الظروف الموضوعية اللي خلت ان فيه تنظيمات تظهر اسمها تنظيم سياسي واحد ينظم. دوافع قيام الجبهات كانت، لما بيتكلموا عنها يقول لك يا جماعة ما فيش طبقات عندنا، هنعمل حزب ليه؟ أحزاب ليه؟ ده احنا ما فيش طبقات. أو الروابط القبلية لسه موجودة، أو لسه فكرة ترسيخ الملكية عندنا لسه ما بنتش كويس زيها في المجتمعات الأخرى، أو الاستغلال الاستقلال لازم يكون له معنى مختلف شوية، والاستقلال بقى ينفذ إلى العدالة الاجتماعية. لما يقول انا استقليت عن الاستعمار، الاستقلال ليس علما ولا شيدا، والناس يقولوا احنا بقينا مستقلين، وفي نفس الوقت تبص تلاقي ان المستغل انتقل من الخارجي للداخلي، بقى بعد ثاني يخلي لازم تجمع الطبقات المستغله كلها مع بعض في تنظيم سياسي واحد، ولازم تحول دول انك انت تسحب من الاخرين ادوات الفعل بتاعهم. وكمان كان التخلف شامل محتمل لجهد شامل، وكمان كان ظهور حركه ثقافيه تنويريه بتقول للناس ادي سكه السلامه وادي سكه المداومه. ست عوامل كانت ورا ظهور. ما كانش بدعه ان جمال عبد الناصر عمل تنظيم اسمه الاتحاد الاشتراكي، ما كانش بدعه. انما ده كانت ظاهره عالميه في دهب. عشان كده كان التنظيم السياسي الواحد في النصف الثاني من القرن الواحد والقرن العشرين كان ضرورة تاريخية أملتها ظروف الدول النامية في هذا الزمن، وخلتها تواجه مش بس العدو الخارجي، لا ده تواجه العدو الداخلي اللي مرتبط ارتباط حقيقي ودائم بالعمل بالعدو الخارجي. وده اللي بيخلينا نقول
يخلينا نقول هونوا يعني علينا الضغوط اللي كل شويه تقول ده التنظيم الشامل اللي عمله جمال عبد الناصر وده هذا الذي قتل الديمقراطيه وهذا الذي كذا وهذا الذي كذا كل ده بيقابلنا ككوادر وعلينا ان احنا ناكد على ان من غير التنظيم الشامل ده اللي عمله جمال عبد الناصر ومن غير التدرج اللي عمله في هذا التنظيم تكتشفوا وما اعرفش ازاي احنا بنتجاهل المساله دي كلها ان كان واحد مهندس كان مهندس كان جمال عبد الناصر في المساله دي مهندس تنظيمي بمعنى ايه ايام ما كان بيحارب علشان خاطر الاستقلال من الاحتلال البريطاني هيئه التحرير كل من لهم مصالح في مصر في ان العدو يروح كانوا ضمن هيئه التحرير ساعه ما دخل تجربه الوحده اتغير الزي بقى التنظيم الواحد ده الاتحاد القومي بمعنى تجمع جميع القوى الطوائف مش بس الوطنية والقومية اللي مؤمنة بالدور الريادي لمصر في انها تخلق عالمها العربي بقى الاتحاد القومي ساعة ما دخل تجربة البناء الاشتراكي بدأ يقول فين القوى اللي لها مصلحة في الاشتراكية العمال الفلاحين الجنود المثقفين الرأسمالية الوطنية منهم دول القوة اللي موجودة في الاتحاد الاشتراكي اللي لها مصلحة في التحول إلى الاشتراك ومع قيام هذا التنظيم تقوم مهمته في اللحظة نفسها اللي هي قيادة مرحلة التحول إلى الاشتراك من مجتمع رأسمالي طاغي متخلف إلى الرأسمالي وبمشروع الانتقال من التخلف إلى التقدم وبمشروع العدل صلب التقدم مش العدل يعملوا التقدم العدل في قلب التقدم من غير العدل مفيش أي تقدم والعدل أساسه إن التقدم والعدل الاجتماعي عجلة واحدة بتدور لفة واحدة زي اللفة الصينية اليانج والتانج اللي هي الاثنين لابسين في بعض كده بالظبط 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 كما لو هن أعمدة الحجر إذا ما هوش نقطة جامدة قوي ما هوش عيب إن ما كانش الحكم الشامل ما كانش ده الشمول اللي الناس بتتكلم عليه وما كانش ده التنظيمات النازية ولا كان ده لا 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 موسوليني ولا كان هتلر ده كان جمال عبد الناصر رائد حركة التحرر الوطني اللي وراه عدد كبير من أصحاب المصلحة في هذا التغيير اللي بينتقل بيهم إلى ضفاف العدل الاجتماعي ومع ذلك وده الدرس الثالث في فعل الكوادر الرابع اللي تعالوا معنا نحاسب جمال عبد الناصر على تجربته التنظيم مش احنا بتوع التنظيم مش احنا الوارثين للتنظيم بتاع جمال عبد الناصر تعالوا نحكي بنقول ان الاتحاد الاشتراكي كان متوافق مع اتجاه عالمي باتجاه الحزب وحنقول ان دخل بس ما كانش الاتحاد الاشتراكي هو اساس تنظيم جمال عبد الناصر ما كانش كان الاتحاد الاشتراكي هو الشق الجماهيري في التجربة التنظيمية لجمال عبد الناصر لأن الحزب صورة جماهيرية لما الكل كنا بنقول عليهم كان لابد بتوع أبو غرشين لأن كان قيمة الاشتراك أبو غرشين وكان فيه 6-7 ملايين واحد كانوا منضمين للاتحاد الاشتراكي وإن الناس دول مليانين تناقضات بينهم بمعنى إن العمال يعني لما الأجور ترتفع ده المفروض إن ده يغير أسعار المواد
أسعار المواد الغذائية، وإذا خد زيادة ده ده بيكش شوية، وإذا كانت مرتبات الموظفين زادت فهتبص تلاقي الفلاحين وضعيتهم لازم تزيد أو يتزان أمه، وإذا كانت الأسعار زادت الكل بيتضرر، يعني التناقضات موجودة بين هذا التحالف. لكن كان إمام جمال عبد الناصر وهو حقيقي إن دي مش تناقضات عدائية، دي تناقضات تتم ثانوية وبتتم بتزويب الفوارق بين الطبقات من جهة. من جهة تانية إن دول كلهم كان فيه إمكانية، كل دول مع بعض كان فيه إمكانية إنهم يعطلوا فعل القوة العدوية، قوة العدو اللي هي تحالف الإقطاع ورأس المال. صحيح يوم ما قام الاتحاد الاشتراكي كان عبد الناصر بفكرة الإقطاع ورأس المال هي تجريد السلطة، تجريد التحالف الإقطاع، تحالف الإقطاع ورأس المال من الأسلحة، فكرة التجريد من الأسلحة. كانت التأمين ما كانش جزء، ده كان شيل السلاح اللي انت بتقتل به، ما كانش ان دولة ما يكونوش ضمن قوة الاتحاد الاشتراكي لسبب بسيط، القوة صاحبة المستقبل وصاحبة المصلحة في التحول الى الاشتراكية ما انتش منها، انت ضيف عزيز مكرر لكن مش انت صاحب القرار المستقبل. كل ده مهما قلنا ممكن ما يكونش مبرر يعجب اللي اتضرروا، لان في نهايه الامر في المصالح الدوليه، وعشان كده مش عايزين نشغل نفسنا بانك انت تيجي واحد متعور تقول له لا ما انتش متعور، مش ممكن. يعني المنطق يقول كده. تعالوا بقى على التجربه الحقيقيه للمنطق. دي كانت الجزء الجماهيري من التجربة التنظيمية لجمال عبد الناصر. مرة أخرى الجزء الجماهيري، الجزء الثاني كان إن الهيصة اللي فوق دي لازم تتنظم، لازم يتم التنسيق بين كل القوى والفوضى اللي وفوضى المصالح اللي لسه محتاجه لتغيير، ولسه محتاجه لتوضيب، ولسه محتاجه لتغيير في اساس المجتمع. لازم يتم التنسيق بالمصالح، لازم حد يخلي من بين هذا الخلاف والتنوع قوه حقيقيه تتوجه بصوره كامله للمستقبل. لازم يحشد هذه القوه علشان التنميه اللي تزوب الفوارق بين الطبقات واللي تعمل فقط. كان لازم من حاجة تحقق الوحدة الوطنية في البلد من خلال أساسها. الحاجة دي هي اللي عملها جمال عبد الناصر باسم الجهاز السياسي للاتحاد الاشتراكي أو التنظيم التنموي. ابتدى يفكر فيه بعد الانفصال. وبعد الانفصال التنظيم. إذن ماذا جمال عبد الناصر ما بين تنظيم جماهيري واسع وما بين تنظيم طليعي من طراز فريد؟ مرة بين تنظيم جماهيري واسع، أدي التجربة التنظيمية لجمال عبد الناصر. معرفش كل الناس، لأن التنظيم الطليعي كان لغاية جمال عبد الناصر ما يفارق هذا العالم كان سري، فاكتشفنا ان ما فيش حد حتى من اللي كانوا في التنظيم الطليعي قادرين يدافعوا عن التجربة الفريدة اللي قدمها جمال عبد الناصر في التنظيم. وده بسبب بسيط، ان كان من سوء الحظ ان جمال عبد الناصر فرق علينا قبل ما يحول التنظيم الطليعي من تنظيم سري الى تنظيم علني.
وده كان هيرافق عملية تعدد حزبية. وده كان وده فعلا كان بيجهزه علشان يرافق العملية التعددية الحزبية. الحدودية جاية جاية قال أنا شغلتي النهاردة إن أنا أضرب الموضوع. انت لما انا كان ليه بس يعني دقيقتين لو ممكن يعني لا 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 اتفضل انا حتى ليا دقيقتين استريح ما عنديش غير التعدديه الحزبيه بالمفهوم الحزبي الناصري اللي بتعبر عن مصالح طبقه معينه مش كان هيبقى فيها تناقض مع فكره التحالف بتاع قوى الشعب العامل؟ ما انا هقول لك ده السؤال بتاعي يعني خلاص انا فكره يعني زي ما انتم شايفين انا موضوعي انا موضوعي هو ده يعني انا جاي كده مش جاي حاجه يعني ما كنتش عايز اقول لا بس على الارض حته صغيره قوي ان اصحاب الشرفي او التنظيم الشامل او الجمهوريه اللي بنقول عليها ده كان بيتكون من طوائف المجتمع كله يعني شباب مرأة مش عارف ايه يعني عمال ده صحيح صحيح كل ده صحيح ايوه فده بيمثل المجتمع كله كان في يعني بس يعني تأكد على الحاجة. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. أنا أول ما جيت وأنا بشوف التقييم وأنا بقرأ عن تقييمات التجربة التنظيمية لعبد الناصر من كل حتة لقيت الجميع مقر بحاجة واحدة بس إن دي كانت الشمولية بعينها وإن ده كان القهر بعينه. وبكل أسف كانت التقييمات دي من عناصر عشنا معاهم في ولادة التنظيم وعشنا معاهم في تنظيماته الجماهيرية والشعبية وكانوا لما نقرب إحنا على ترابيزة هنتكلم منها يعملوا لنا كده إحنا اللي نقول انت معاك حق لكن انا بقول لك مش بس كده لا نجحوا في وقت منظمه الشباب الاشتراكي ووضعها في تحت قياده الاتحاد الاشتراكي علشان حاجه واحده بس علشان تقتلها عشان توقتها وطبعا انا بتكلم من قلب التجربه لان انا عشت التجربه دي عشت التجربه يعني باعماق اعماق المهم ان جمال عبد الناصر في تجربته كان بيدمج ما بين حاجتين اثنين الدمج ما بين حاجتين الحاجه الاولانيه هو حق الجماهير في التعبير وفي العمل السياسي وفي التغيير من جهه وفي الجهه الاخرى القيادة المتوجهة بشكل صريح وواضح إلى المستقبل بمعنى إن لازم حركة التنظيم ما تدورش على محاور التناقضات إنما تغادر هذه المحاور إلى خط المستقبل الانتقال من مجتمع إقطاعي متخلف إلى مجتمع اشتراكي عبر إقامة مجتمع جديد على قيم جديدة يحقق العدل الاجتماعي والحرية مجتمع الحرية والاشتراكية والبحث هذا مشروع ده مشروع ولازم نعيد إحنا صياغته على هذا الأساس وبهذا القدر من الوضوح الناس بتتكلم عن جمال عبد الناصر ليه بنهار ونبص نلاقي أدق مفاصل جمال عبد الناصر متسبب في هوا الطريق هم فين؟ بالمناسبة وأنا براجع المعلومات وبجمع المعلومات حول هذه المحاضرة فرجعت للكتاب اللي المفروض إن أنا أعتمد عليه إن أنا أنقل أفكار ليكم اكتشفت الآتي وبرضه درس أرجو أن يكون واضح ومفتوح اكتشفت أن اليسار المصري
في سنه اكتشفت ان مجموعه المحاضرات اللي المفروض اقراها واجل الهالكم اكتشفت انها مكتوبه سنه 1900 في نهايه 65 وبدايه 66. وده كانت في الفتره اللي جمال عبد الناصر بيبني فيها تنظيم الطبيعي. اكتشفت ان اليسار كله يكاد يكون، وسامحوني في هذا الاستخلاص لكن كان واضح قدامي، كان اليسار كله متقدم وبصوره واحده ان هو عايز يستولي على التجربه المصريه. الله، ده بقى زي الحزب، ده ممكن يبقى زي الحزب الشيوعي هو، ويبقى احنا بالشكل ده نقدر نحول تجربه جمال عبد الناصر الى مرافق الفكر الشيوعي. بصيت لقيت اللي مكتوب على التوصيف للمرحله اولا هي مرحله الانتقال الى الاشتراك، وبعدها كل خصائص الحزب هي خصائص حزب اشتراك، وكل عمل الحزب حزب اشتراك، وكل بناء كادر الحزب اشتراك على المرافق الشيوعيه، وكله على المرافق الشيوعيه، سواء اللورد محمد سيد او الدكتور الخفيف او مصطفى فيلا او كل المفكرين او مشيل كامل. تخيل كل دول يكتبوا في الموضوع، كل دول يكتبوا في الموضوع في شهر واحد، والموضوعات متقسمه بينهم من بعض. لقيت نفسي اجي واخد الحاجات دي كلها وركنها على جنب، قريتها بدقه وركنتها. كان في انفتاح برضه من عبد الناصر على المجموعه، كان الانفتاح موجود لكن لسبب بسيط، ما كانش فيه كادر الناصري لسه جاهز، ما كانش فيه كادر الناصري لسه جاهز، ودول يقدروا يكتبوا في الموضوع. لكن احنا دلوقتي لغايه دلوقتي بعد مرور 45 سنه ما يصحش نقبل افكار جاهزه، وخصوصا ان احنا بقينا عارفين هي واصله لغايه فين. وعلشان كده انا بعتذر للي مش هيلاقوا ولا كلمة من اللي أنا بقولها الآن مكتوبة في الكتاب. إذن كان عند جمال عبد الناصر صيغتين جوه بعض، هما الاثنين هرم كبير وداخله عمود طليان. الهرم الكبير بيدي الحركة العامة للتناقضات والتعبير عن الرأي والتعبير عن المصالح والحق كل فيها كده، والتاني كان ينسق بين قوى التحالف يربط المصالح الخاصة، لأن قوى التحالف كل قوة عايزة مصلحتها الخاصة، لازم حد يربط بين المصالح الخاصة بالمصالح العامة للمجتمع ويوفق بينهم وبين بعض. وكمان كان لازم في القوة تختار القيادات الجديدة لسبب بسيط، البلد دي هتمشي ازاي بمجموعه من القيادات طالعه من المجتمع اصلا، مولوده في قلب المجتمع، في مجتمع تحالف القطاع وراس المال. مش لازم قيادات جديده من اللي تتاسس على الفكره الجديده وعلى المجتمع، على امل المجتمع الجديد عشان تتعمل وتسوق وتحشد كل قوى التحالف علشان تبني المجتمع. هذا هو قائمة التنظيم الطبيعي او الجهاز السياسي. الجهاز السياسي كان له ادواته في السيطره على الفعل، السياسي كانت ادواته حريه المناقشه، حريه النقد، النقد السياسي. الثلاث وسائل دولت اللي كانوا غايبين من الاتحاد الاشتراكي العام، كان حريص جمال عبد الناصر على ان الثلاث ادوات دولت هم كده، لانه كان من تجربه الاحزاب السابقه كان بدا يعرف ان حزب اليمين اعتمد على مبدا النقد الذاتي في انه يعمل ادق الانجازات. النقد الذاتي ده ايه؟ ده ان واحد يدخل في تجربه ويجي جاي قدام الاخرين واحنا بنقيم يقول والله يا جماعه انا غلطت في 1 2 3 4، ودي حاجه ان واحد يقول انا غلطت ويعترف باخطائه امام لجنه او هيئه كانت صعبه ما قدرش يكسرها الا اثنين على مدى التاريخ. ليه؟ في حزب من تراس فريد
لان كان الناس تدخل تنقد نفسها وتطلع اخوات. يعني ينقد نفسه ويطلع اخ من الناس. ينقد الاخرين ويطلع من الاجتماع اخر. وبناء على ده الاغلبيه كانت باستمرار هي حكمها يسود او قرارها يسود على الاقليه اساسا. وكمان كان الالتزام كان شرطه المناقشه الحره. ما تقوليش التزم. لما ناقش الاول انا بلتزم اساس التزامي ان انا شاركت في المناقشه. مش ضروري ان رايي هو اللي ساد. لكن من الضروري ان انا اكون ناقشت. وتحولت الى اغلبيه يبقى بقى رايي. واستنيت اقليه يبقى انا موافق على الراي لان انا شاركت فيه. اساس الالتزام. ما تقوليش التزم بس. لا. انت تقول التزم لانك كنت ناقشت. وكمان هو دي المعاني الثلاثة دولة اللي خلوا مسؤولية كل مستوى عن المستوى النزلي صح. وهم دول اللي خلوا ان مسؤولية المنتخب مسؤولية المنتخبين عن اللي انتخبوه ومسؤولية المنتخب عن اللي انتخبوه. اللي انتخب اي جماعة انتخبت واحد تقدر تشيله عشان اللي جبته اقدر انزله. انا اللي املك ان انا اجيبك افضل انزله. دي ما كانش تتحقق الا حريه المناقشه الالتزام وحريه النقد والنقد الذاتي بصوره الكامل. اللي خلى النقد الذاتي اكبر مبدا في العمل مع الكوادر الصين ماو تسو ده خلاه اساس للمحاسبه وخلاه اساس للثوره الثقافيه وخلاه اساس لكل فعل طابع ثوري كان مبدا النقد الذاتي. بس بقى النقد الذاتي كان يخلي اكبر مدير واكبر وزير تاني يوم الصبح ماسك المقشه وبيكنس الشوارع الكبيره مع اللي بيجيبوا الزباله. لانه اخطر ولانه خان ولان ادي كان وفي واحده من التجارب التاريخيه العظيمه جدا جدا. جمال عبد الناصر مش بس كان بيأكد على المعاني دي ده كان باستمرار تحذيرات. عارف ان الحزب من النوع ده اللي هو الجهاز السياسي من النوع ده محتاج الى تحذيرات من مخاطر موجوده في طبيعته. خدوا بالكم يا جماعه كان يقول خدوا بالكم يا جماعه ممكن الديمقراطيه تعمل اجماع حوالين حاجه مش مستقرين. ممكن الديمقراطية تعمل إجماع حوالين حاجة مش مستقبلية وأساس عملنا المستقبل. يبقى خدوا بالكم باستمرار خلوا المستقبل هو الأساس لأن احنا شغلتنا إن احنا ننتقل إلى المستقبل. وخلوا الإقناع هو اللي يواجه التحزب الديمقراطي. هذه أول حاجة كان جمال عبد الناصر باستمرار. الحاجة الثانية انه كان بيدي أهمية كبيرة جدا لمسألة النقد والنقد الذاتي لأن ده ممكن يتطور وده احنا اتكلمنا فيه. وانه كان بيحرر من حاجتين الشلالية وما نجحش. وكان بيحرر من تجمع الطوائف داخل الجهاز. ده المهندسين مع بعض، ده الدكاترة مع بعض، ده الأطباء مع بعض. ده بتاع اللي نشأ من بعد كده مدارس الإسلام. وكمان يحذر من إن المصلحة الخاصة للقيادة للقائد تضرب وتتفوق وتتقدم على المصلحة العامة للمجتمع. وإن لازم من التركيز على المبادرة. دي كانت تحذيرات جمال عبد الناصر لحزب القناه المشتركين. وانا احدثكم الان ومحدثكم الان من قلب تنظيم قناه الاشتراكيين اللي تشرفت بعضويته مش في الاوائل في مجموعه 68. انا دخلت من اول توسعه لتنظيم لحزب تنظيم قناه الاشتراكيين في توسعه 1968. لكن أنا أظن
وأنا بعلم كده الآن إن كانت مكانتي جنب التسخير. يعني كنت في العمل التسخير. كانت مكانتي كانت بتساعدني كثيرا جدا على إن أنا أفهم طبيعة عمل الحزب. دي التجربة الناس بقولها بسرعة وأعرف إن دي محتاجة إلى محاضرات وإلى أعمق من النقاشات، لكن أنا جماعة مستعد. طب حضرتك لو نخرج من جمال عبد الناصر وتاتشر من لسه لا لسه بس عايز حاضر أنا بس عشان فكرتي يعني أخذ شوية دي الأفكار اللي عايزة تروح شوية صغيرين يعني أنتم محتاجين نص ساعة كمان كويس أخذ ولا تستريح؟ لا كمل يا دكتور كمل. لما نصل وإحنا بنتكلم مع الكادر إلى التجربة الناصرية معناها اللي بنقول لكل واحد كادر او لكل مشروع كادر او لكل واحد ناوي يلعب دور كقيادة لابد من تحليل هذه التجربة لسبب بسيط زي محمد الشرقاوي احنا هنعمل ايه في المستقبل احنا هنعمل ايه سؤال السؤال الاساسي اللي بيواجهنا داخلين في التعددية طب انت بقيت احزاب وانت جاي من التحالف وانت عاجب ايه الحدود هنعمل ازاي هندي ظهرنا للي موجود كله ونستنى ظروف مش هتيجي بكل تأكيد في ظروف الصراع بين الاحزاب ولا لا يعني الحل ان احنا ناخد التجربة دي ونشرحها نشوف هو جمال هو الاشكال ايه والجو لما تكون عايز تضمن استمرار حاجة الاستمرار يعني استمرار الجوهر انا قلت دلوقتي تنظيم جمال عبد الناصر كان بيجمع بين الجماهيرية والطليعية ادي واحد نحط دي كده ان كان اول سمة من سمات تنظيم السياسي اللي يعجب جمال عبد الناصر واللي يحقق اهدافه انه يكون يجمع ما بين الجماهيرية والطليعية اثنين ان سمة تنظيم جمال عبد الناصر الاخرى انه يكون تعبير عن جماهير عبد الناصر وحقول تعبير عن جمال عبد الناصر حاطلق كده واغامر واقول الوطنية المصرية الوطنية المصرية ليه؟ لأن المجتمع اللي عايزه جمال عبد الناصر الحرية والاشتراكية والوحدة مصلحة مين؟ مين أصحاب المصلحة في هذا المجتمع؟ ومين صناعه؟ أصحاب المصلحة في هذا المجتمع هم القوى الوطنية المصرية العمال والفلاحين والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية ما فيش غير استثناء غير الرأسمالية التابعة للأجانب زيهم زي المثقف التابع الأجنبي زيهم زي الفنون التابعة للأجانب اللي بتعايز هم دول لكن الوطنية المصرية هو قوة جمال عبد الناصر هم الثلاثين هم الملايين اللي عملت الموجة الأولى للثورة والملايين اللي عرت شرعية الإخوان ب 22 مليون والملايين اللي طلعت يوم 30/6 ودول دولة تعبير عن الوطنية المصرية ماليش علاقة مسألة بتقييم للسيسي ولا تقييم للوضع الراهن بس عشان كده لكن أنا بقول التنظيم اللي يعبر عن ده اللي يعبر عن جماهير التحالف الشعب العامل اللي كان عايزه جمال عبد الناصر هو الوطنية المصرية يبقى عايزين تنظيم طليعي وجماهيري و...
يعبر عن الوطنية المصرية. اثنين، ثلاثة، جاي ثلاثة، ان التنظيم اللي عايزه جمال عبد الناصر لا فيه سمة تانية، اللي هو انه هو لازم يكون الكم فيه، يكون الكيف فيه متناسب مع الكم. ما بطلش الكلام جمال عبد الناصر هو بيتكلم مع السياسيين، يقول يا جماعة خدوا بالكم احنا مش عايزين كم بس، ده لازم الكيف يتناسب مع الكم. لسبب بسيط، الكم القوة والعناصر المؤهلة للقيادة، والكم هو العناصر التي تقاد داخل التنظيم بالفعل. إذا أنت بصيت لقيت نفسك ما فيش قيادات تقود، الفوضى هي الأساس. إذا كان عدد القيادات أصبح متناسب مع حجم التنظيم كده، يبقى لازم حجم التنظيم ينمو بحيث أن القيادات تكون قادرة في كل وقت على السيطرة على التنظيم، ومش بس على التنظيم بصورة عامة، لا ده على التنظيم في أدق مجالات. إذا كان العمل السياسي هو، ده عمل تنظيم وعمل فكري وعمل جماهيري وصياغة قرارات ورأي عام، كل المسائل دي كلها، يبقى لازم عندنا من الكوادر والقيادات ومن القيادات بالحجم الذي يواجه نمو الكم، بمعنى أن النمو يكون قضية فنية تجمع ما بين الكم. أربعة، أن التنظيم لا يكون فيه أي قوة، من القوة تتناقض مصالحها أساسيا مع قوة، لأنه ده تنظيم التناقضات بين أصحابه ثانية. أما التنظيم الداخلي اللي هو بتاع الكوادر والقيادات، ده تنظيم وحدة فكر، وحدة عمل، وحدة رؤية، وحدة استشراف، وحدة حركة. نشتغل بشكل كويس ونعمل تركيز قوي ومناقشات عالية المستوى وقوية علشان نطلع التنظيم اللي يحقق الأشياء دي واللي ينافس الأشياء الأخرى. وأنا بقول بناء على تأمل خاص، أن حل مشكلة الناصر الديني لا تكون ولن تكون بين أي من الأحزاب القائمة الآن باسم عبد الناصر أو منتسبة، لن تكون، لسبب بسيط، ما فيش واحد منهم بيجمع بين الأشياء. محتاجين حزب ناصر الدين؟ نحن محتاجين، مش لحزب ناصر الدين، التخطيط هو أن يقوم تنظيم ناصري يحقق الأغلبية، شرطه أنه يحقق الأغلبية، وشرطه أنه يبدأ من القواعد، وشرطه أن القواعد هي اللي تعمل القيادات، وشرطه أنه ينمو دائما إلى الأمام لكي يضمن، أنه هو، أنا أسف للناس اللي طلعت معرفش تعمل إيه وفاتها الكلام ده، لأن أنا أعرف أن مليون استعادة يعني هتكون حوالين القضايا دي. الحل حزب، جماهيري مقاد بشكل حقيقي فيه التوازنات اللي احنا قلنا عليها دي كلها، وإن يكون أغلبية مش أقل من الأغلبية. إذا كان أقل من الأغلبية، الناصرية في مهدف، الناصرية كمشروع، إنسان جبار يقيم مجتمع الحرية والاشتراكية والوحدة، وإن بأبعاده المحلية والعربية والعالمية يحقق وللعرب مكانة على خريطة، المكانة اللي يستحقوها على خريطة هذا العالم، وإنه يجعلهم قوة في سنة 1930 القوة اللي هتطير على المستقبل مع ثورة البيوتكنولوجيا. 1930
وفقا لخطة العالم كله ان ثورة الاتصال والمعلومات بتدي نهايتها في ده علشان تسلم الراية لثورة ال 2030 بتسلم الراية الى عالم جديد اسمه عالم تعاد في ترتيب القوى في عالمنا اسمه عالم التقنية الحيوية الثورة الصناعية الرابعة اللي داخلة فيه واللي ده قرار استراتيجي عالمي اتعمل في مؤتمر سنة 1998 بعد الشفرة الوراثية ما مسكوها وبعد ما بدأ التأثير في الأنساب وفي الأنسان وفي الأشكال وفي كل المسائل دي كلها يعني فيا جماعة ده مرحلة ما تخلوش مراحل التاريخ تتراكم على بعضها قالوه كده وكان أحد وكان الأمريكان كانت هي اللي اقترحت إن ده خلينا في المعامل في المعامل في المعامل علشان هذا هو الأمر على 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 القاعدة دي نستطيع ببساطة إن إحنا نتحدث عن الكلام لكن أنا أستأذنكم علشان بقية الزملاء يجيكم إن أنا أخلي الحديث في الجزء ده من المحاضرة في الجزء ده بالذات من المحاضرة أخليها لغاية الناس ما يجي لأن الكلام كلنا هنتحاسب عليه ممكن نناقش في الجزء اللي فات ما تخلينا نستريح شويه لغايه ما يبقى هم ونبقى نناقش المحاضره كلها على بعض ف هو برضه الواحد ياخد نفس اتفضل انا اسف ان بعض الناس يعني سابوا المحاضره في ادق لكن ارجوكم اطلبوا هنا واقعدوا هنا يعني كملوا افكار لكن احنا وصلنا الى تشخيص للتجربه الناصريه وقلنا ان الاستمرار في التجربه الناصريه بيتطلب ان احنا نطلع محتواها العام اولا بصرف النظر عن الشكل وان احنا نجسد هذا المحتوى العام في تجربه تتسق وتواكب الواقع الراهن واللي تدينا فعالية التغيير وتخلينا نبقى حزب أغلبية ولا تنظيم أغلبية يستطيع أن يسيطر على الواقع ديمقراطيا من غير ما يحجب كل القوى الأخرى اللي موجودة داخل المجتمع من أنها تتنافس وأن عندنا يكون عندنا القدرة أنها بعد تشخيص هذه التجربة بتظهر أمامنا إشكالية بناء الكادر الراهن في الوقت الراهن إشكالية بناء الكادر إن الكادر كل الخبرات اللي إحنا واخدينها عن بناء الكادر خدناها إن التنظيم مسؤول عن بناء الكادر ما فيش تنظيم مسؤول عن بناء الكادر إنما كانت مبادرة شخصية وطوعية لرموز وطنية استطاعت إنها تدي جهدها طبيعة الحال أنا بقصد بالكلام العاصي في الأساس وإنها تعمل الشرار الأول في هذا العالم لكن تبقى الإشكالية قائمة إن بعد الجهد اللي اتعمل لغاية النهاردة أصبحنا أمام مشكلة لازم تكون واضحة في ذهن كل واحد مننا إن بدل ما في الواقع إن الحزب هو اللي بيبني الكوادر ده الآن أصبحت الكوادر هي اللي لازم تبني الأدب إذا كان لها علشان تأثر في الواقع السياسي الكوادر لازم تشارك في تصميم وهندسة بناء المجتمع اللي احنا عايزينه لبكره اللي يحقق المبادئ المصرية. الكوادر هي اللي لازم تحدد مضمون ومحتوى حركتها وعملها ومستويات تدريبها بناء لان الكوادر معمولة عشان تنفذ مهمات
المهمات تتغير. يبقى لابد ان محتوى افكارنا لازم تكون على على اساس المهمات اللي منتظره. انت منتظرك مهمات ايه بعد بناء الاداء؟ عايز تفصل المجتمع اللي انت عايزه، ايه مصر اللي احنا عايزينها، ايه الامه العربيه اللي احنا عايزينها على ضوء الواقع الراهن، الصراعات العالميه الراهنه، الاتجاهات العالميه في الصراع، العالم بيتحول بالفعل، وان القوى الاجتماعيه. بس كل ده بمنهج واحد من مرصد جماهير عبد المنصور، زاوية الرؤية اللي بتحددها المصالح الحموية لجماهير عبد المنصور. بالرؤية دي تقدر تبني الأداء، وبالرؤية دي تقدر تفصل المجتمع اللي انت عايزه، وبالرؤية دي تقدر تعمل المهمة الأساسية. مش بس تقول ان احنا عندنا مشروع ننتقل من التخفيف، من التقدم، من التخلف إلى التقدم، مشروع إنساني عظيم ننتقل فيه من التقدم للتخلف، لا من التخلف للتقدم، لا ده احنا مشروعنا كمان بيتضمن بناء الإنسان القادر على بناء هذا المشروع المجتمع، وبيتضمن كمان القيم الأساسية، القيم الأساسية اللي بيقوم على أساس هذا المجتمع، وهي القيم اللي بتبشر بها الناصرية واللي بتعمل على أساسها. هذه القضايا جميعا تقع على عاتق الجماعة اللي قاعدين قدامنا. تقولوا احنا شوية صغيرين، ده قدركم. تقولوا ان احنا ما خدناش كل حاجة، احنا تحت أمركم، احنا تحت امركم، اذا كان عندنا حاجه بنسلمها وبنقول لكم على خبرتنا، لكن نسكت. يعني على سبيل المثال لما بنقول عايزين نبني، عايزين نبني اداه، لازم يتحط ورق كده بيننا وبين بعض، نتعامل ازاي الاداه، ازاي نضمن اداه تحقق شرطين بتاع اللي قدمهم جمال عبد الناصر، الجماهيريه اللي عملها في الاتحاد الاشتراكي، والطليعيه، وتنظيم من طراز فريد ومن طراز حاد ومن طراز قوي عشان يسيطر. بس يخسرها لسه ما اكتملش، ما كانش اكتمل. يبقى لازم تنظيم يضمن الجماهيريه، يضمن الشعبيه، يضمن الكم العالي والكيف اللي يواجه الكم في نفس الوقت، يضمن التوازن ما بين المصالح داخله، ويضمن التنسيق ما بين المصالح المتضاربه في التنظيم الواسع، ويسيطر على كل الحياه في 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 مصر، وياخدها في مشروع ضمن وفي اطار مشروع التقدم. لما بنتكلم عن الاداه، يبقى ورقه صغيره تحت ايدينا ان احنا عايزين اداه سياسيه جماهيريه، لا تكتفي اثر الاحزاب السياسيه القائمه، لا تكتفي اثر الاحزاب السياسيه القائمه، لا تضع السلطه في صميم اهتمامها في الاول، لان السلطه عايزه شغلانه كبيره، عايزه نقدم شويه وكتفنا يدبل شويه، عايزينها اداه جماهيريه تسعى الى تهيئه ظروف وشروط التغيير الشامل لحياه حره كريمه جديره بان تعاش. عايزين اداه جماهيريه تضع نصب اعينها تحديد وتنقيح مشروع الحريه في مصر العربيه، وخطه تحقيقها وترسيخ اركانها الماديه والمعنويه، خصوصا الفكر النصري عايز بلوره، المشروع النصري عايز بلوره، الاداه النصريه عايز بلوره، كل ده مهمتنا نعملها كلنا مع بعض، ونقيمها على اساس القيم الروحيه اللي قدامنا، تجربتنا العميقه مع التاريخ، مصدرنا ثورة يوليو، المشهد الراهن ودروسه المستفادة، المخاطر المتربصة بالشعب المصري، مخاطر التحول وتناقضات التحول اللي جاية مش اللي راحت، التراكم دروس تجربتنا مع المركزية والحكم والحاكم الإله، ونستخلص منها ثقافة خاصة نرويكها وننشرها ونخليها أو نضفها ونبلور بها ثقافة الميادين اللي قالت العدل والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. أشكركم والسلام عليكم. في حاجة حابين نقولها قبل ما نختم، أنا عايز أخش أنا.
أنا مع الموافق لكن أصلي لازم كل النقاش مع شايف المدير النقاش. طب يعني متشكرين جدا يا جماعه تشرفكم لينا في المحاضره المهمه ديت، وطبعا متشكرين للدكتور رضا طلب على تشريفه لينا وان هو نور لنا وفتح لنا سكك كتير. وبعد ما خلص الدكتور رضا احنا دلوقتي في مرحله الاسئله، فهنبتدي بقى الاسئله، بقى كل واحد ليه استفسار، واللي ملوش استفسار معناه ان هو ما كانش مركز معانا. طيب هي زي المره اللي فاتت الاسئله هتكون محدده مساله جوه الموضوع في صلب الموضوع. ايوه حضرتك الدكتور رضا يتكلم عن صلب الموضوع تسلمه. قول له صلب الموضوع يا دكتور، معلش هو حاضر في الدقيقه يعني. لا فحضر في الاول. حضر في الاخر بس. احنا كنا بنتكلم عن مسؤوليات القيادات، عن مسؤوليات القيادات المصرية في المستقبل أو تجربة القيادات مع الأشكال والتنظيمات السياسية، بس تجربة الكوادر مع الأشكال والتنظيمات السياسية. فهنتفضل كده إن شاء الله نبتدي من اليمين اللي هو اليمين بتاعك، اتفضلي يا فندم. يعني مالك حضرتك عارفين. لا يا ريت حضرتك تقدمي نفسك. أنا اسمي معالي الأميري، مواطنة عادية، مش هقول أكتر من كده. طب كويس ده كده. أنا بتكلم بخصوص حاجة مهمة جداً جداً، الوضع الحالي اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي سببه الأحزاب الناصرية، الحزب الناصري. ليه بقى؟ كان في الحزب الناصري الأنا، ما كانش كل واحد يدور على إن هم يتكاتلوا ويتجمعوا كلهم على هدف واحد، وحصل انشقاق في داخل الحزب الناصري. إدى فرصة للرأسمالية تكون هي اللي ظهر على الساحة دلوقتي، للأسف الشديد. فكرة عبد الناصر، فكرة الاتحاد الاشتراكي، وفكرة المشروع القومي والتحرر الوطني، كل ده للأسف أقدر أقول مش انتهى، لا هو في بقايا منه مع الناس الشرفاء اللي فعلا بينادوا بالمصرية ومتمسكين بالمصرية. مرحلة الانتقال اللي احنا فيها دي احنا بنعاني منها حاليا، الرأسمالية هتبقى متحكمة للأسف، وإحنا دورنا كناصريين للأسف مش قادرين نتكاتل ومش قادرين ننزل على أرض الواقع. وكان السبب الأساسي كمان تأجيل الانتخابات مرة واثنين بحجة إن بعض الأحزاب مش مهيئة نفسها للانتخابات، وكانت كل الأحزاب، وأنا بقر وبقول إن أكثر الأحزاب كلها أحزاب كرتونية، كلها أحزاب مكلمة، بنقعد نعمل اجتماع ونقعد نتكلم ولكن ما فيش حاجة على أرض الواقع. شفت الشباب كان نفس الكوادر الشبابية فعلا تبقى ليها وضع قوي جدا في الانتخابات. للأسف شفت شاب امبارح على شاشة التلفاز إن هو عمره 26 سنة، وده ما تتخيلش يزود فرحتي قد إيه إن في شاب كان بينزل عمل حاجة على أرض الواقع في منطقته في دايرته قبل ما ينزل حاجة اسمها انتخابات، قبل ما يرشح نفسه. هو ده كان المفروض من الأحزاب اللي هتنزل على أرض الواقع تشوف المشاكل اللي موجودة. لكن حضرتك شايف إن في قصور في طبعا قصور، أنا بس مش عايزة يعني أطول في الكلام، دي نقطة مهمة جدا إن كان في قصور في الأحزاب أدت للإيه؟ للسلبيات والأوضاع اللي إحنا فيها حاليا من الرأسمالية المتحكمة. وليكن إن في أمل بسيط إن بعض القوى الشرفاء اللي موجودين في الحزب الناصري لابد إن هم فعلا زي ما قال الدكتور محمد رضا إن نعمل أداء جديد. بعد القوة ايه؟ دم جديد. لا حضرتك قلتوا بعد القوة ايه؟ نعم؟ قلتي بعد القوة ايه؟ بعد القوة ايه؟ بعد القوة ايه اللي موجودين في حزب الناصري؟ بعد القوة الناصرية، بعد القيادات الشرفاء. الشرفاء. ايوه.
موجودين موجودين طبعا ما انتهوش موجودين لغايه دلوقتي. انا اعمل معاهم ايه؟ اخد الشباب اخد بايديهم وفعلا ان انا اقويهم واديهم تثقيف فعلا عشان يقدروا يقف على ارض الواقع يشوفوا المشاكل اللي موجوده في المجتمع ايه ويبقوا عندهم اصرار وقوه ودفعه قويه. للاسف الشاب النهارده برضو عنده يعني حته احباط نفسي داخله. مين اللي يقدر يقويه؟ احنا الناس الكبار. حضرتك الناس الكبار تشتغل على الشباب هو ده اقتراحنا. اه دي لسبب لان هم اصحاب خبره وكفاءه وهم اللي يقدروا ياخدوا في ايد الشباب ينور لهم الطريق يثقفهم يدربهم يخليهم ازاي يقدروا. حضرتك ليكي سؤال؟ لا استنى لا انا سؤالي محدود بس عليا اديني يعني فرصه في الكلام. انا ما بتكلمش كتير. لا هو معلش بس مدخلك السؤال ثلاث دقايق. طيب المدخل خلاص المدخل السؤال خلاص اوكي اتفضلي. فهو ده اللي انا بطلبه مطالبه باعاده التقييم الشامل في الحزب النصري كما طرح الدكتور محمد رضا ونتمنى ان كلنا نتفق عليه فعلا وربنا يوفق الجميع. بس هو ده اللي انا بطلبه. شكرا فندم. اتفضل اتفضل. أنا حتى أوصل أنا فايز حسين من سوريا. حتى نوصل لنطرح الأسئلة على أخونا رضا بحب أسلسل التسلسل الثاني. إنه نحن كعرب مشاكلنا مشاكل قومية. لا يمكن أن تحل إلا قوميا وإمكانيات قومية. اثنين الحل هو إقامة دولة العرب الديمقراطية المشتركية الواحدة التي تنطبق فيها حدود الدولة على حدود الأمم. ثلاثة لكل هدف أداة تحقيق هذه الدولة هي الحركة العربية الواحدة وأداة تحقيق الحركة العربية الواحدة هي التنظيم الناصري القومي الواحد. كل ما هو موجود أو وجد في السابق وحتى الآن من تنظيمات وأحزاب مصرية كلها ليست أحزاب بالمعنى المؤسسة وهذا أحد أهم أسباب فشلها. إذن لا بد أن يقوم هناك عمل مؤسساتي على أسس علمية سليمة. العلم توصل وقال كيف تبني مؤسسة والعلم توصل وقال كيف تبني كادر. السؤال هو من هو الكادر الذي نريد؟ ما هي مقاييسه؟ شو هي صفاته؟ إذا كان وأنا موجود في ببني كفكرة مطروحة إنه أنت لحتاني قبل ما تعمل مؤسسة بدك فريق عمل. لذلك لابد حسب التسلسل أن تصنع فريق عمل. هذا الفريق العمل كمان محدد معاييره ومقاييسه وسويته. هذا الفريق هو الذي يبني أو يسعى لبناء مؤسسة وقد يكون أكثر من فريق. المطلوب حاليا إيجاد هذا الفريق لكي يبدأ. هو قبل ما ننتقل بس هو اللي انا فهمته من حضرتك ومداخلاتك انك حضرتك دارس بشكل عميق عمل المؤسسي المؤسسات وكيف تبنى وكيف تستمر وبتاع. فاعتقد لو حضرتك قدمت ورقه بخصوص بناء عمليه بناء مؤسسه او حزب نصيري ده هيكون مفيد جدا خصوصا ان حضرتك واضح انك متمكن من العلوم الاداريه واحدث حاجه احدث ما قدمه العلم في المساله دي. فلو حضرتك يبقى كرم منك لو ابتديت في ورقه زي دي يعني. مسموح ان احكي واحد ولا حتى ما يصير النقاش؟ لكن بس الجواب انه هذا العمل فعلا هو محتاج لكن هو محتاج لفريق. انا من الممكن ان اكون واحدا من هذا الفريق وفي هناك ناس اخرين ونحن قاطعين اشواط ليس في مصر فقط
لأن لازم ننتبه لموضوع كتير مهم، إنه هذه المؤسسة التي نريد أن نبنيها يجب أن تكون قومية، بعمره ما مؤسسة إقليمية راح تنجح، وأي مؤسسة إقليمية فاتت تنجح. شكرا. تفضل أستاذ محمد. وفي سؤال تاريخي قريبين لعبد الناصر ذكروه، إنه كان عبد الناصر هيعمل تعددية حزبية بعد فترة من الفترات، وكان هيطلع التنظيم الطليعي إلى العلم. أنا شايف إن ده في تناقض لفكرة تحالف قوى الشعب العامل، وقال الفكرة بتاعت التعددية دي هي دي اللي خدها السادات وعمل فكرة المنابر عم غيرها. بس شكرا. تفضل يا أستاذ رامي. قدم الناس كده انت قاعد في خلاص واحد فيكم ضايع. انا رامي المجنون عربي. عايزه اقول ان حضرتك اتكلمت في المحاضره عن القيادات وعن الكوادر. انا ملاحظه ان اكثر سمه في العقد يعني اللي انا حضرت جزء كبير منه الاخير انه القيادات انه الكوادر المصري او الشباب المصري تقسم على القيادات، بمعنى ان كل قياده استقطبت مجموعه من الشباب او اي او كل مجموعه من الشباب اتجهت علشان تلتحم بالقياده. طبعا اللي افسد في الماضي واللي قسم في الماضي نقل امراضه للجيل اللي بعده، ودي مشكلتنا انه احنا بيقابلنا فرص كتير كشباب، مش بيقابلنا بس كلها فرص مشوبة ومشبوهة أحيانا. فإزاي إحنا يعني نقنع القيادات اللي تنحوا وبعدوا القيادات النظيفة المصرية إن هي تلتحم؟ يعني أحيانا هم عارفين على إنهم يعملوا أي حاجة. كتير بنعرف على بعض القيادات المصرية إن هم يعملوا حزب، يعملوا تجمعية، يعني الشباب حواليهم بيقولوا لا العمل السياسي في مصر مش كل الفساد. طيب أنتوا كقيادات نظيفة يعني زي الدكتور عاصم المصري، هو مؤرخ طبعا بس هو حد شريف، يعني اذا يعني اذا هو عمل صالون باسمه لسه حتى هو عمل ناس والله ما اتكلم. انا عارف ده حضرتك كلنا بنفكر في نفس النقطه ان حضرتك مسؤول، انتم مسؤولين على انكم تجمعوا الشباب اللي مش عايزين ينحرفوا، مش عايزين يمشوا وراء اي فرصه غلط وراء اي قياده منحرفه، تجمعوهم ويلاقوا أب ويلاقوا أستاذ يحتضن. شكرا. تفضل يا أستاذ عزيز. دانيا اعتصر. هو يعني كان ليا مطلب ان احنا عايزين نعمل قيادات مصريه تكون محاضرات، عايزين يعني زي شبه نتدرب على النزول بقى لارض الواقع. يعني احنا خلاص بقى في، وكمان عايزين التوجيه، يعني حد يقول لنا اعملوا ايه واحنا نعمله، ما عندناش. يعني انا عن نفسي ما عنديش التوجه انا بعد كده هعمل ايه، عايزه حد يقول لي اعمل ايه يعني يوجهني. ممكن نسيب لها مداخله هنا في الكافيه. انا اطرحت اسئله انت ما اعرفش انت كنت جوه ولا بره ولا شايف. لا انا اطرحت ان احنا السنه الجايه في 26 يوليو ذكرى 60 لتامين قناه السويس، وهنعمل ان شاء الله باسم المعهد يعني هندعي الناس كلها حتى في الوطن العربي مؤتمر سياسي وتاريخي عن هذه المناسبه العظيمه التي كانت يعني هاديه لشعوب العالم انها تامن ثرواتها سواء الطبيعيه او الصناعيه ضد الاستعمار وانهاء الاستعمار بشكل قديم. اي نعم ظهرت اشكال جديده من الاستعمار، لكن ده كان نهايه عصر الاستعمار القديم وقطع الزين الاستعمار البريطاني في قناة السويس. فانتوا شاركوا معانا يعني في الحشد في التنظيم في استقبال الضيوف في ده جميل قوي. طيب بس عشان ما يتقالش الموضوع ايه ده اللي نقدر عليه. اتفضل يا فندم. طبعا الدكتور هو اللي هيدير المناسبه دي ان شاء الله. دكتور عاصم ان شاء الله. اتفضل حضرتك. يعني ملاحظ كده حضرتك تعرف نفسك بس. مجدي الشهر مواطن مصري عربي.
الاخ محمد دكتور محمد رضا طنطا اتكلم على الكوادر، والباشا اتكلم على العمل المؤسسي الجيد. استاذ مفيش باشا، يا ريت المجموعه اللي قاعدين دلوقتي كل واحد يعرف حد من الكوادر يكتب اسمه، كل واحد يجمع الكوادر على المستوى الجمهوري الاول، وبعدين لما الكوادر تتجمع نشوف هيبقى تحت غطاء ايه، يعني مثلا تبع حزب ايه، تبع جمعيه، تبع تبع معهد، يعني المهم يكون في غطاء لتجميع هؤلاء اللي ايه القيادات. حصلوا اقتنع بيهم؟ لان في قيادات بدات مؤاخذه ناس كتير جدا بدات تموت، يعني تقريبا على معظم الناس اللي موجوده في القدام عدوا 70 دلوقتي، يعني فيا ريت قبل ما ننتهي او قبل ما نرحل نجمع كل الكوادر اللي موجوده في مصر، ها، ونعمل لها دعوه تحت برضه غطاء معين، وبعدين نقول لهم ايه المطلوب، نعرض عليهم الفكره انه نعمل مؤسسه، نعمل شكل من الاشكال، هل ننضم للحزب قائم، هل حزب جديد، هل يعني مجموعه حاجات على اكبر، بس الاول نمره واحد نجمع الكوادر الموجوده على مستوى مصر مش غير الاطفال، ومن هنا نبدا المرحله، لان ان شاء الله 1100 نبدا بخطوه، الخطوه الاولى تجميع هذه القيادات، التلفاز على فكره جاهزه، كل حاجه جاهزه، بس المهم نبدا. بس بعد كده نشوف الشكل اللي هيتطبق عليه، بعد كده الشكل. مش عاوز اقول الكلام، يبقى الشكل الموجود قائم او جديد، بس هذا بالطرد عليه تحصل الكوادر وتجميعهم، وبعد كده مناقشه بقى للشكل. بالظبط، عرض عليهم يعني مؤتمر عام يعني للكادر المصري، يعني زي مؤتمر عام، يعني زي مؤتمر الكوادر الموجوده، ايه اللي موجوده؟ ايه اللي عايز تشارك؟ لان في ناس ممكن ما تشاركش، انما الموجوده وعرض. شكرا يا فندم. اتفضل يا استاذ. انا اسمي اسامه، بحس مش بس عندي الصوت عندي اربع نقط بس. الكيادات اللي موجوده في مشروع الكادر هنا جميل قوي، ان في مؤتمر اتعمل بمناسبه 23 يوليو 29 يوليو في قناه السويس وغيرها، بس مهم قوي ان احنا بعد ما خدنا كل التجارب الانسانيه بينكم في شكل المحاضرات، جميل ان ده يطبق في الشارع، مش في المحاضرات، يعني مش في نقاط الصحه التنميه، مش في المؤسسات اللي احنا متعودين نشتغل فيها. يعني في عصامات العمارة مصنع قطاع عام، حضراتكم تنزلوا احنا نسمع تتكلموا ازاي مع العمال، تتكلموا فيها عن تجارب اشتراكيه، تقدموا فلوس ازاي؟ عشان نتعلم احنا بعد كده نقدم نفس التجارب دي. فلو في لو يعني في تقترح انه في مش احنا بس اللي يعني احنا مش خدنا المحاضره ونتكلم في الشارع نشتغل بيها، احنا محتاجينكم في الشارع تعلمونا نتعلم. هو زي ما نقول على قد الظرف. يعني مع احترامي الشديد طبعا للمصريين اللي موجودين في مصر، جمال عبد الناصر كتابه الاكاديميه المصريه اعظم بوكس في شعبيه في جمال عبد الناصر، او طاميين في كل وطن عربي باسماء مصر اكثر من كمان جمال عبد الناصر هناك. فمحتاجين يكون في تنسيق مع الكوادر العربيه في الوطن العربي، مش بس الكوادر المصريه، احنا مش قيادات. معلش كلمه الكوادر العربيه دي غامضه، يعني الكوادر المصريه في الوطن العربي الخارجي الكوادر المصريه، يعني اخرها كان غير علميه وتعارض فكره المعهد. والله كملي فكرتك. في شباب من تونس كانوا لسه بيتكلموا عن الاسبوع اللي فات، هم عايزين يجوا مصر وعايزين يقعدوا مع الشباب المصريين، بصرف النظر ان هم يروحونا اكتر جدا، اقامه حوار بيننا وبين الكوادر المصريه الموجوده خارج مصر وناخد من تجاربهم وياخدوا من تجاربهم. يعني كل المشكلات القوميه تجارب مجاوره، احنا بناخد جمال عبد الناصر في مصر وفي الوطن العربي. يعني فكرتك ديت مثلا بتدعي لمعسكر للشباب المصري في العالم العربي مثلا يتجمعوا فيه؟ ما عندناش فلوس كتير بس ممكن نبدا حتى ما عندناش فلوس خالص. مش عايزه فلوس كده بس فده هيبقى صعب، بس خلينا نفتح باب للحوار مع الكوادر اللي هم جاوا على اسئلتهم ونعيشهم، وده دور القيادات في مشكلات قوميه وتجارب قوميه مجاوره في ازمات اقصد، يعني مش تجارب اقصد ان هي ازمات. ليه احنا ما نجيبش حد يعني نكمل في الكادر جمعات جايه ونجيب من كل وقت دوله عربيه حد يتكلم عن الازمه اللي هو بيواجهها، حتى لما بنتطرق للنظام الحالي بنتطرق
السيسي مثلا لا رئاسه الوزراء في مصر، بس احنا ما خرجناش بره ارضنا احنا. يعني ازمه سوريا ما حدش هيشرح معانا خالص، ازمه اليمن، ليبيا، الصومال اللي متقسمه ست حاجات كتيره يعني، اليمن طبعا الصومال. مجرد ما خرجنا في اخر نقطه وعد دكتور من برج ما ينفعش يعدي من غير ما نعمل فيها. فان شاء الله حتى وقفه رمزيه في الوقت الصحي على مسار فلسطين، يعني اثنين برج لازم تكون يعني خليها اول تجربه لينا في الشارع نعمل حاجه. بس شكرا. الأول بس على الأقل بالنسبة لبعض برضو الدكتور عاصم في يوم الأحد في التجمع العربي الإسلامي اثنين ثلاثة الدكتور عاصم كان موجود في المقاهي. شكرا. اتفضل يا فندم. يعني الدكتور محمد رضا كلم بشكل جامد وعميق وتفصيلي عن أسس التكوين الفكري والعقائدي، واللي ممكن الناس على أساسه يعني كان التيار أو الحزب أو ما إلى ذلك أو شكل النصير من الأشكال، لكن شرحت الواقع النصيري أنا عايز أقول إن الظرف الزماني والمكان اتغير، والحكم على تجربة وتجريدها للظرف الزماني والمكاني ليها ظلم للتجربه نفسها. فلازم نرجع الامور الى يعني حقيقتها، وزي ما اتعلمنا من الدكتور عاصم سوري ان البدايات بتحدد النتائج النهائيه. دي حاجه. لما نحن نتكلم عن الفكري ان انا اعتقد ان التنظيم او الحزب اللي يسموه كما يسموه لا يمكن ان يقوم على زاويه واحده من المثلث. زوايا المثلث الثلاثه هي الفكره والانسان والامكانيات. الفكره تطرحها من قياده من مجموعه قيادات صغيره او لكن عايز تقابل بالانسان اللي هيتبنى الفكره. وانا اعتقد ان من يتبنى الفكره هم اولا المتعصبين لهذه الفكره، ثانيا المتعاطفين معها، ثالثا الذين ليس لديهم موقف من الفكره، رابعا المعادين للفكره بهذا الترتيب يعني. دي وبالتالي ان لو جبنا استرقشنا عليها الاحزاب الموجوده هنلاقي ان ولا حزب موجود في مصر بالمواصفات الحقيقيه للفكره والانسان والجناب الماديه. والموضوع ده عايز اشرح كتير، انا مش هتكلم ازاي تعمل حزب ولا مش موضوعنا دلوقتي يعني. لكن الهدف الاساسي من الحزب او التنظيم او التيار او اي حاجه زي بتقول ان لابد ان يكون له ثلاث اهداف رئيسيه. الهدف الاول ان يكون هذا الحزب فاعلا، يعني بيعمل حاجه، بيعمل شغل. هذا الشغل لابد ان يكون ثانيا مؤثرا، يعني ما يأثر في الناس اللي في الشارع. يعني هذا الفعل لابد ان يتاثر به الناس اللي في الشارع، ولابد ان ثالثا ان يكون له منتج. يبقى الحزب لابد ان يكون فاعل ومؤثر ومنتج علشان نقدر نقول ان هذا موجود في الدوله. يقدر هذا الحزب يقول للناس يمين شمال يفهمهم، ياخدوا موقف جماعي من شيء معين، يعني ينتج شيء. بعدين الدكتور رضا مرتك قال على كيف تخلص عبد الناصر من في احداث توجه سياسي الجديد من بداية الثورة للآن. لكن أنا أعتقد أن هو الشيء الهام والمؤثر في التكوين السياسي في مصر أنه نزع القرار والسلطة من الإقطاع ورأس المال حتى يرجعها إلى أصحابها
الأساسيين وهم الشعب المصري ويقسمهم إلى عمال على طول فلاحين مثقفين جنود وجه على فئة معينة ووصفها توصيف دقيق رأسمالية وطنية غير مستغلة تساهم في الخطة القومية للوطن. إذا ما كانتش تعمل ده يبقى ما هياش رأسمالية وطنية ولا رأسمالية خالص. يعني عايزين نخرج بره الصندوق، عايزين نفكر بتفكير مختلف. ليه بقى نفكر بتفكير مختلف؟ ما احناش عباقرة ولا فلاسفة، لكن أنا عايز أقول أن كل الأفكار التي طرحت قبل هذا بشكل سري وبعد كده من 92 للآن لم تحدث النتيجة المرجوة، وبالتالي مش هينفع ان احنا نجيب شاي ناشف وميه مغليه وكوب معلقتين سكر ونحطهم في قلب بعض هيطلعوا شاي مش هيطلعوا حاجه ثانيه، عمرهم ما مطلعين نسكافيه ولا قهوه ولا اي حاجه. نفس الاساليب بنفس الاشخاص اللي اتكلم عليها الاستاذ مجدي الشهب وبيتكلم عليها النهارده هو نفسه وانا والاستاذ رضا واخرين كنا بنساعده فيها وهو كان قائد هذه الفكره وتحركنا مع كل القيادات ومع كل ومع حوالي 11 محافظه و11 محافظه رحناهم محافظه واتكلمنا وياهم وعملنا مؤتمرات في سان جورج وفي اماكن اخرى كثيره لكن حالا بس لكن لابد ان نفكر في النهايه خارج الصندوق وباسلوب غير نمطي علشان هذا الاسلوب النمطي ممكن يؤدينا الى نفس النتيجه اللي هذا وصلها. لما عبد الناصر قال ان الفكر حر ممكن لخص عشان وقت الفكر حر قال ان الفكر في المساق قال الفكر متمرد على صياغه التعصب والعناد. يعني يبقى متعصب لفكره مضاده او هو شخصيه وخلاص على كده ولا الارهاب الفكري بالتحديد وقابل دائما النقد والنقد الذاتي من اجل تصحيح المسار مش نقد ذاتي يعني ناس بتجلد نفسها ولا بتعذب نفسها ولا الكلام ده. الاستاذه برضه في كلامها قالت ان عايزين نتدرب وعايزين انا اعتقد ان لابد ان يكون الاستاذ دكتور رضا محاضرة خاصة على الأسلوب العلمي من الأسلوب العلمي دي كانت موجود موجودة موجودة في المنهج بعد إذنك في المحاضرة الأولى في دورتين دورة أول متقدمة ودورة مبدئية. الدورة المبدئية كان فيها راح خلصت يعني عملناها يعني لا عملناها 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 طيب ماذا نفعل في الطب؟ هو خمس دقايق كده في الحالة لازم يبقى في إثبات الزمني الموجودين فيه الآن هو اللي هيحدد الرؤية المستقبلية للموضوع. الموضوع طبعا بيحتاج لشباب مش شيوخ ولا بتاع اللي كانوا يقدروا يتوصلوا الذاتيات اللي عندنا فيما يقال عنهم انهم مصريين إلى تجربة الحزب التجمع بينهم يعملوا كل الناس دي تنتقل الى ما يسمى بالمجلس الشاب ويبتدي الشباب يتحرك اعتمادا على نفسه واذا احتاج لهذا المجلس الشاري ممكن هو يستجيب. شكرا فندم شاكرين. طب بس اتفضل حضرتك. لا انا ما بعملش لا بس بيس عليه صغير بعد كده بس طيب لا بلاش مداخلات مع يعني ضد يعني بتاع نعلق على بعض هي دي اسئله قضيه انا لما خط القيادات دي قيادات كتيره جدا ما دخلتش الاحزاب المصريه الموجوده القائمه الان يعني في قيادات قديمه وناس فاعلين انما ما دخلوش في الاحزاب المبدله خلع مش اللي هو نعيد القاره مره ثانيه. طب هو في اثنين محمد رفعت و مجدي داليا ليك مداخله مش كنت اعتذرتي باين عايزه تقول مداخله. طب ماشي نبتدي من عند داليا اتفضلي. تعريف صغير بس. بسم الله الرحمن الرحيم اسمي داليا صبري باحثه لغويه في معهد الدكتور وسطه. عايزه اقول حاجه يعني تعليقا على موضوع الكوادر والقيادات المصريه
علاقة الفكر المصري بالوقت الراهن. يعني أعتقد إن إحنا دلوقتي محتاجين إن إحنا أو الناصريين لازم يقفوا مع نفسهم وقفة علشان أو هم محتاجين جدا إنهم يجددوا الخطاب الناصري.